السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. حياكم الله اخواني واخواتي الى هذا اللقاء الجديد ضمن هذه السلسله المباركه. إخواني وأخواتي أحيانا توجد بعض الأمراض داخل الأسرة هذه الأمراض يستطيع الزوجان أن يتجاوزانها أو أن يتجاوز هذه الأمراض إلى بر الأمان لأن لا تمثل خطورة أو لا تمثل أمرا يمكن أن يهدد كيان الأسرة لكن هناك بعض الأمراض الخطيرة التي متى ما إن انقدحت شرارتها فإن هذا مؤذن بدمار الأسرة ومؤذن بنسف قواعدها ويأتي السقف من فوقها من ذلك مسألة الشك الممرض المدمر فهناك للأسف بعض الأسر تعيش حالة من الشك والريبة بين الزوجين أو أحد الطرفين ليس بالضرورة أن يكون الشك متبادل قد يكون طرف او احد الطرفين الزوج او الزوجه يسكنه هذا الشك المدمر تجاه الاخر وهنا تاتي القضيه الخطيره المؤذنه بدمار هذه الاسره. بالنسبه للشك هو امر طبيعي لكن غير الطبيعي ان يكون ان يصل الشك الى امور في واقع الأمر تقود إلى إنهاء الحياة الزوجية ولذلك ربنا جل وعلا أدبنا وأحسن تأديبنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأحسن تعليمنا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مارس قضية كنس الشك وإزاحة الشك وطرد الشك في تعامله مع أصحابه صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مهم جدا للأسف الشديد أولا من الامور التي تقدح شراره الشك ما يتعلق بالتجسس والتحسس بين الزوجين، ودافع ذلك الغيره، الغيره محموده لكن اذا تجاوزت الحد انقلبت الى غيره مذمومه، فبعض النساء وللاسف الشديد بعض الزوجات تتجسس على هاتف زوجها مثلا، واذا رات رقما غريبا مثلا ذهبت آآ ذهب ذهنها وعقلها إلى أسوأ الاحتمالات وهنا يبدأ الشيطان ينفخ في مثل هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التجسس نهانا عن التحسس بل ربنا جل وعلا نهانا ونهانا و و عن أن يتجسس الإنسان على على الآخرين هذا التجسس للأسف الشديد باب من ابواب الشيطان يلج من خلاله لجعل هذا الشك ورم في النفس قد يقضي على على جسد الاسره بالكامل النبي عليه الصلاه والسلام لما كان معتكفا وزارته صفيه رضي الله عنها ام المؤمنين وقام ليرجعها الى بيتها في الليل مر به صحابيان جليلان فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع المشي فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما انتظرا يعني إنها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله يعني كيف هل, 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 يعني تعتقد بأننا نشك فيك يا رسول الله لأن الشك في النبي كفر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في نفسيكما شيء فتهلك الله أكبر هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك ابتداء لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل التجسس على الطرف الآخر لأن هذا فيه فتح لباب من أبواب الجحيم يدخل ويلج من خلاله الشيطان لإفساد الحياة الزوجية ويجعل كما يقال بالمثل العام من الحبة قبة فلذلك واجب على المسلم ان ينتهي عن قضيه التجسس الامر الثاني من المهم جدا فيما لو اذا طرا على الحياه الزوجيه شيء من هذا الشك ان يقوم الطرف الاخر بكل شجاعه ببيان الحقيقه وباظهارها فهذا نبينا عليه الصلاه والسلام الذي لا يمكن لاحد من الصحابه ان يشك مجرد شك فيه صلى الله عليه وسلم قام فبين بان هذه صفيه ام المؤمنين ولذلك ليس عيبا ايها الرجل وليس عيبا ايتها المراه ان تفصح مثلا عن هذا الامر الذي الذي اصبح سببا من اسباب الشك سواء من طرف الزوج او من طرف الزوجه سواء من طرف الزوج او من طرف الزوج. الامر الاخر الغيره يعني كما ذكرت انا الغيره يعني طبيعيه في النفس البشري سواء في الرجل تجاه زوجته أو في الزوجة تجاه زوجه لكن أن تتجاوز الحد الطبيعي لا شك بأن ستنقلب إلى إلى نار تلظى وستنقلب إلى معول يهدم هذه الأسرة ولذلك الشك إخواني وأخواتي إذا طرأ على الإنسان يجب عليه أن يستعمل الطرق الشرعية في إزاحته اولا الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم الشيء الاخر بيان الواقع والحقيقه حتى لا يبقى شيء يمكن ان ينفخ فيه الشيطان مستقبلا وان يعيش الزوجان على الثقه وبهذا يعني بهذا يشقان طريقهما ويعيشان حياه طيبه مستقره امنه باذن الله سبحانه وتعالى التقيكم ان شاء الله في لقاء قادم من على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته